غادرنا مدينة تلمسان ونحن على ثقة أن هناك قصة جديدة وملهمة نقتدي بها مع الذكر الحكيم إلى أقدم المعالم التاريخية بالغرب الجزائري، مدينة الحضارات والتاريخ الروماني سيدي بلعباس. نتجول بكم في سخاء الطبيعة وعبق التاريخ، باحثين عن عائلة بن رمضان بدائرة زفيزف من ولاية سيدي بلعباس، عن الطالبة سارة التي كان لها قصة ملهمة ترويها لنا حول رحلتها من الذكر الحكيم. معكم أختكم في الله بن رمضان سارة من ولاية سيدي بلعباس، بالضبط بدائرة زفيزف، 23 سنة، متخرجة ماستر 2 لغة عربية وأدبها تخصص لسانيات الخطاب، معلمة تعليم قرآني في مسجد الشيخان بخاري ومسلم وكذا جمعية مولود قاسم، مسؤولة الأساتذة في الفريق الولائي للنهضة بالقرآن الكريم لولاية سيدي بلعباس، وأستاذة الحلقة 311 في أكاديمية النهضة بالقرآن الكريم. بدأت رحلة بن رمضان سارة مع الحفظ الكريم في سن 15 سنة بمحض الصدفة في مسجد حيها، لتشد بعدها الرحال إلى مساجد عريقة أخرى تخرج منها العديد من حفظة الذكر الحكيم إلى غاية ختمها. بدأت رحلتي مع حفظ القرآن الكريم عندما كنت أبلغ من العمر 15 سنة، وبدأت بمحض الصدفة حيث أن إحدى الرفيقات أخبرتني أن مسجد حينا قد فتح حلقات قرآنية، فالتحقت بمحض الفضول فقط، ويا ليس كل الفضول في حياتي قادني إلى ما قادني إليه هذا الفضول. وكانت محطتي الثانية هي مسجد الفلاح على يد الأستاذتين لحس الخديجة والأستاذة براز زليخة، ثم كانت محطتي الثانية جمعية مولود قاسم ومسجد الشيخان بخاري ومسلم أيضا على يد الأستاذة براز زليخة. وأتممت حفظ القرآن الكريم ما بين المسجد والجمعية إلى غاية أن ختمت على يد أستاذة براز زليخة في 7 رمضان سنة 2021. وضعت الطالبة سارة برنامجاً خاصاً في الحفظ، واستطاعت مع إصرارها رفع مخزونها الحفظي الذي كان لمعلمتها الفضل بعد الله في تحفيزها لختم القرآن. وبعد سنوات من الكد والجد تمكنت الطالبة سارة أن تخلف معلمتها وتصبح أستاذة التعليم القرآني بمخيمات النهضة بالقرآن الكريم. من بين التحفيزات والأشياء التي ساعدتني لحفظ كتاب الله عز وجل هي أستاذتي براز زليخة التي أقدم لها من هذا المنبر كل الشكر، فإني عندما انتقلت إلى جمعية مولود قاسم كانت هي الأستاذة، وكنت أحفظ آنذاك 18 حزبا، فتفطنت إلى سرعة حفظي وبديهتي فقالت لي أنك مشروع خاتمة، فخصصت لي حصصا إضافية، وتقريبا كنت أعرض عندها يوميا، فيما الطالبات الأخريات كنا يعرضنا حصتين فقط، وكنت في كل حصة آتي بحزب أو حزبين، وكانت دائما حريصة علي وتوجهني وتحفزني، حتى إني عندما كنت آتي في مرحلة فطور كانت دائما هي من تقومني وتقول لي أن الختم قريب وأنك بدأت هذا الطريق فلا تقفي يعني في المنتصف، بدأت الرحلة فأكمليها، وبفضل الله عز وجل وبفضل إرشاداتها وصلت إلى مبتغاي وختمت كتاب الله عز وجل، ولا أقول أن هذه النهاية بل هي البداية بإذن الله. عائشة، كنت وصلت في الثمن الثاني؟ نعم. كنت وصلت في الثمن الثاني من سورة آل عمران؟ نعم. الحصة السابقة عرضت الثمن الأول. نعم، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لسارة نظرة مختلفة عن حياتها قبل وبعد حفظ كتاب الله، فقد كان للقرآن الكريم فضل لتسكن الطمأنينة قلبها.
حياتي قبل القرآن وبعد القرآن تغيرت 180 درجة، كأنني كنت شخصاً فأصبحت شخصاً آخر. فبمجرد دخولي إلى حلقات الذكر كنت في محيط بعيد قليلاً عن القرآن وما إلى ذلك. فأول شيء لاحظته في شخصيتي أنني أصبحت أول شيء سريعة الحفظ، ثانياً اكتسبت فصاحة اللسان، ثالثاً ابتعدت عن كل الصحبة التي أقول ربما أنها صحبة سيئة وأصبحت لي صحبة قرآنية، صحبة صالحة. فهذه الأشياء أعانتني كثيراً في حفظ كتاب الله عز وجل وتغيرت شخصيتي من حال إلى حال، والحمد لله. واجهت الطالبة سارة في رحلتها مع حفظ كتاب الله صعوبات تسببت لها في فقدان الذاكرة لمدة لا تقل عن 4 أيام. من بين الصعوبات التي واجهتني أثناء حفظ لكتاب الله عز وجل أنني تعرضت في سنة 2018 إلى حادث، وسبب لي ذلك الحادث ارتجاجا في المخ وسبب لي فقدان ذاكرة لمدة لا تقل عن 4 أيام. وبعدها يعني بعد هذا الحادث لمدة 3 سنوات كنت أفقد تركيزي دائما وأحفظ وأنسى وما إلى ذلك. فبعدها كنت يعني أحفظ وأنسى كما قلت وما إلى ذلك، فانقطعت عن حفظ القرآن الكريم وانقطعت عن كل شيء. فبقيت في تلك المرحلة فقط أراجع وأحاول استدراك ما فاتني، إلى أن كتب الله عز وجل لي الشفاء في سنة 2021. أشكر الله وأحمده وأقول أن جميع هذه الصعوبات ما كانت سوى حافزاً لي، وأشكر الله عز وجل على أي ابتلاء. فأرى أن هذا الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى ابتلاني لي، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى لأراني أشكر أم أكفر. ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل تمسكت بقرآني، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده، فلما يرى شخصا أنه يريد بحق أن يحفظ كتاب الله عز وجل فإن الله لا ينسى دمعة عبد سقطت في جوف الليل. فسبحان الله كنت أدعو الله سبحانه وتعالى دائما في سجودي رغم أني لم تكن لي الذاكرة لأحفظ وما إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى استجاب لي كما استجاب لداود عليه السلام ولجميع الأنبياء، والحمد لله عز وجل على هذه النعمة. لحظة الحسم حانت، تتلو بن رمضان سارة على مسامعنا آخر آيات حفظها من الذكر الحكيم، حلم كافحت الطالبة من أجل تحقيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تبقى أرقى أمل للعالمين غربا شرقا يا كنز التائهين،
فالزمت القاء آلاف السامعين للكون أنت النور يا حامل القرآن من كل بقاع الدنيا جئنا من كل مكان نرفع رايات عليا تخفق باسم القرآن هيا بنا عزما سعيا يا أحباب الرحمن. أحد أهم الأسس لحفظ القرآن هو القدوة الصالحة، ولا يوجد أفضل من الوالدين، فلسارة والد كان له فضل كبير على ابنتها، فقد كان السند والداعم الأكبر لها. هي من صغرها تتبع القرآن، من الصغر تتبع القرآن. كانت قاعد نقول لك من دعم في الأولى، كانت مولا عندها 6 سنين تقرأ تبطر فهم، ومن بعد كي كبرت شوية قاعد تفعت في القرآن ديرت مباشرة. كانت عندها المدرسة نتاعها هنا كيما كانت تحكي لكم في الجامعة تاع الفلاح، ومن بعد جات المعلمة نتاعها ثاني بوراس زوليخة كملت لها السكة نتاعها. ودوك الحمد لله زعما هذه حاجه تشرفني انا، زعما بنتي حاجه تشرفني بنتي الحمد لله، ماني زعما زعفان منها ولا حاجه، ولا اني زد نبوسيها لكلام رب العالمين، اني نبوسيها لكلام رب العالمين، ما نحبسهاش من الدين غير يوم القيامه، غير مت ولا ماتت فرحه كبيره كي كملت لك يسموه، وفرحنا بها. وكي قال لها خذ دنيا لها ثاني، كي قال لها خذ في المسجد مع صحاباتها وكل شيء، وعرضت صحاباتها وكل شيء، وزعما شرفتني بحاجه كبيره ماشي حاجه صغيره ولا. الحمد لله يا ربي، نحمد ربي ونشكره، شرفتني. خطا قال لك من قرأ البنيه القران فضمن الوالده الجنه ان شاء الله. وانا ثاني انا اللي ضامن في هذو جوج بنات، عندي زوج بنات يقروا كاع القران، الاخرى راها قريب كملت ثاني السلكه، هذه كملت السلكه راها في وقت، والاخرى تاني الزوجه باذن الله، ولا حنا من الحيين تانتم نهار اللي تحضروا لها باذن الله وديروا معها ملاقاه، ماهش باقي لها بزاف ان شاء الله تاني هي تكمل 60. والحمد لله بناتي عندي زوج مشرفيني بالكرامه، الحمد لله راسي مرفوع الحمد لله يا رب العالمين، ما خاصني حتى شيء زعما الحمد لله. كي قال نقلعها من كرشي ونعطيها لهم ما كان حتى مشكل، بصح المهم كلام رب العالمين ما نحبسهاش عليهم الى قيمه القيامه. هذه من الصغر انا، من الصغر يا كي قالها اعوذ بالله من قوت، انا من الصغر متمني ربي يرزق الاناث من يشاء ويرزق الذكور من يشاء. انا كنت متمني باش يجيني ولد يقرا القران، وما جاش عطاها لي بنت الحمد لله، راها شرفتني برك خير من ولد، شرفتني خير من ولد. راها كبت السلكه نتاعها وراها تقري ثاني في التعاون في التلاميذ، وراها مدرسه والحمد لله يا ربي، ما خصني حتى شيء، نحمده ونشكره. في هذا الشهر الكريم شهر رمضان وهو شهر القرآن، وهذا البلد بلد القرآن، كان أهله أهل قرآن، كانت فيه مدارس كثيرة للقرآن الكريم، وعلى رأسها مدرسة الفقيه الحاج بن سحنون السهيني رحمه الله، تخرجت على يده الآلاف، يعني ما نقولوش المئات، خرجت على يده الآلاف من حافظة القرآن الكريم. في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخان البخاري مسلم، من أجل الاحتفال بهذه الخاتمة، هذه البنت التي ختمت كلام الله عز وجل وسمات بالرمضان سارة، ونحن في شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهذه البنت اسمها بن رمضان، فاسم على مسمى. السيدة سارة هي من رواد المسجد الشيخان بخاري ومسلم، وهي من الساكنة القريبة من المسجد، ودائما هي من الناشئات الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى بمدرسة مسجد الشيخان. بداية نبارك لأختنا سارة ختم كتاب الله، ونسأل الله أن يجعله لها في الدنيا دليلا وفي الآخرة شفيعا،
وأن يرزقها الثبات عليه والاستمرار في تلاوته والعمل به. نقول قصتنا مبتداها بذور آي تغرس في قلوب لينة تسقى حبا واهتماما، ومنتهاها جنان وتيجان، فقد عزمنا بإحسان أن ننهض جيلا دستوره آيات القرآن الكريم. لذلك ندعو سكان ولاية سيدي بلعباس للالتحاق بمؤسسة النهضة بالقرآن الكريم لحفظ كتاب الله. مبارك عليك يا سارة إتمام حفظك لكتاب الله، وتذكري أنك تحملين في قلبك آيات عظاما، فاجعليها حجة لك. أسأل الله أن يرفعك وينفعك بها في الدنيا والآخرة أيتها الحافظة.